تعالوا بقى نتعرف على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي بفرقه المختلفه وانشطته المختلفه. هنروح نتابع كمان اخر الاخبار فيما يتعلق بالفريق الاول لكره القدم اكيد والانشطه الموجوده في الكاف، يعني ثلاث افرع للنادي الاهلي مع مراسلنا العزيز فاروق صلاح الموجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وكمان نتابع تدريبات الفريق. صباح الفل عليك، اتفضل، احنا شايفينك وسامعينك، اتفضل. طبعا صباح الفل عليك يا كريم، صباح الفل عليك انا هوند، وصباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، واحلى صباح طبعا على كل جماهيرنا جماهير النادي الاهلي. طبعا يا كريم احنا موجودين هنا في ملعب مختار التتش واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق المقاولون العرب في المباراه المقرر اقامتها يوم 19 يوم الجمعه القادم ان شاء الله على استاد الاهلي والسلام في تمام الساعه 8 مساء ضمن فعاليات الاسبوع او الجوله الرابعه للدوري المصري الممتاز. طبعا النادي الاهلي كان خاض مؤخرا مباراه وديه امام فريق منيه سمنود انتهت بفوز النادي الاهلي بسبع اهداف مقابل هدف. بعقب المباراه كان مستر بيتسو موسيماني، طبعا اللعيبه ادت مران لمده يوم واحد ثم منح اللاعبين راحه، والنهارده الفريق بيعود لاستئناف تدريباته. حاله من الجديه بتفرض نفسها على لعيبه النادي الاهلي، يعني في هذه الاثناء في الوقت اللي انا بكلمك فيها كريم مستر بيتسو موسيماني عقد محاضره فنيه مع اللاعبين، طبعا اتكلم على اهميه المرحله المقبله. في شقين بيشتغل عليهم طبعا، شق المحاضرات الفنيه وفي جزء او جانب في الجيم والجانب البدني. قبل هذا الامر مستر بيتسو موسيماني اجتمع طبعا مع اللاعبين، حث اللاعبين على ضروره يعني تركيز، عندنا ثلاث مباريات في غايه الاهميه وفي غايه يعني اهميه مشوار الاهلي في الدوري امام فريق المقاولون العرب اللي هتبقى يوم ال 19 ان شاء الله في تمام الساعه 8، ثم يوم 22 امام فريق غزل المحله بالمحله، ثم يوم 25 امام فريق سموحه بملعب الاهلي والسلام. ثلاث مباريات في يعني في وقت وفي فتره زمنيه قصيره جدا. مستر بيتسو موسيماني طبعا في ظل غياب بعض اللاعبين الموجودين، سبع لاعبين مع المنتخب المصري الاول، طبعا اللي اتمنى له التوفيق النهارده في مباراته الاخيره امام فريق الجابون ان شاء الله اللي هتكون في تمام الساعه 3. طبعا كل التوفيق ان شاء الله. من المقرر يا كريم التحاق اللاعبين الدوليين سواء لاعبي المنتخب المصري او المنتخبات الاخرى بفريق النادي الاهلي غدا بمشيئه الله، طبعا في اطار الاستعداد خلاص لمباراه المقاولون العرب زي ما استعرضنا وقلنا. طبعا حاجه من الامور المهمه جدا برضو يا كريم اللي من خلالك بنشيد بيها وبنقولها، ان يعني دور النادي الاهلي دايما غير مقتصر فقط على الفريق الاول فقط او المنتخب الاول، لا ده انت عندك مجموعه لعيبه، مجموعه ست او خمس لاعبين موجودين مع المنتخب الاولمبي، عندك ست لاعبين موجودين مع منتخب الشباب 2003، في سبع لاعبين موجودين مع منتخب مصر الناشئين 2006، وده دور كبير جدا بيلعبه النادي الاهلي بمختلف فئات النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي سباق دايما في خدمه المنتخبات الوطنيه. يعني قبل المران يا كريم كان يعني من خلفيه كان محمد محمود ومحمود متولي في يعني جانب بدني بيشتغل معاهم كبير له مخطط الاحمال، ودوره المهم جدا مع اللاعبين في تجهيز ورفع المعدلات البدنيه للاعبين العائدين من الاصابه محمود متولي ومحمد محمود. خلاص كانت من الناحيه الطبيه خلاص اكتمل شفاء محمود متولي اللي اصبح جاهز وبيشارك على فترات يعني طبعا في المران، وايضا محمد محمود كان اشتكى من اجهاد خلال الفتره الماضيه في العضلات، ايضا صلاح محسن اللي خلاص انضم للتدريبات الجماعيه، وايضا محمود وحيد. تقدر تقول ان شاء الله يعني الحمد لله الحمد لله فريق النادي الاهلي خالي من الاصابات، ودور كبير جدا بيقوم به الجهاز الطبي للنادي الاهلي. وزي ما بنشكر الجهاز الطبي اللي في النادي الاهلي لازم نشكر مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب على توفير كافه احتياجات الاجهزه الطبيه من جميع الاجهزه. يعني النادي الاهلي في الفتره الاخيره كريم ان يعني قدر ان هو يعني يجيب او يشتري بعض الاجهزه الطبيه المهمه جدا، منها الاجهزه اللي بتعالج في التئام العضلات، ودي اللي سهلت على عمليه عوده محمد الشناوي ومن قبله علي معلول. دي من الامور المهمه جدا، ودور المجلس ان هو بيوفر هذه الامور للاعبين. طبعا مستر بيتسو موسيماني في كلامه طبعا كله مع اللاعبين اتكلم على تجديد الدوافع وبيجدد الحافز للاعبين خلال الفتره المقبله. طبعا بيتفرج واتفرج على اخر ثلاث مباريات لفريق المقاولون العرب، وقف على كل كبيره وصغيره مع فريق المقاولون العرب، وايضا اتفرج على مباراه الاهلي والزمالك وفرج اللاعبين على بعض الفيديوهات الخاصه بهذه المباراه. كلنا فرحنا بالخمس اهداف اللي احرزها النادي الاهلي، لكن مستر بيتسو موسيماني اتكلم على الثلاث اهداف اللي سكنوا شباك النادي الاهلي، وايضا كم الفرص المهدره، وقال الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا لازم نستغل الفرص. طبعا الفريق يعني خلال اللحظات هيبقى نزول اللاعبين لارض الملعب للاداء المران، ثم هيبقى في مران غدا باذن الله، ويوم الخميس هيبقى في يعني عصرا ان شاء الله، وقبل الدخول في معسكر مغلق لمباراه المقاولون العرب. لو هنروح بقى يا كريم على فريق الباسكت وفريق كره السله اللي كان بالامس في
المباراه الاولى للمباراه النهائيه لدوري المرتبط، كان لاعب خاض مباراتين، مباراه المرتبط وفي مباراه الفريق الاول. بالنسبه لمباراه المرتبط كانت انتهت بفوز فريق النادي الاهلي 83-59، بينما فريق الرجال كان تلقى الهزيمه امام فريق الاتحاد 83-77. عقب المباراه مستر اوجوستي بوش المدير الفني للفريق اجتمع مع اللاعبين وشدد على أهمية المباراة المقبلة، أشاد طبعا بفريق المرتبط وفوزه وطالب بضرورة تحقيق نفس النتيجة والنتيجة الإيجابية إن شاء الله في المباراة الأخرى. اجتمع مع اللاعبين والنهاردة هيعقد محاضرة فنية مع اللاعبين، هيشرح الأخطاء اللي وقعنا فيها خلال مباراة الاتحاد خاصة الكوارتر الثالث أو يعني وبداية الكوارتر الرابع. مستر جوستي بوش واحد من المدربين اللي بيشتغل على الأخطاء أول بأول، لكن كل التوفيق إن شاء الله الفريق النادي الأهلي في المباراة غدا إن شاء الله، مباراة المرتبط ومباراة الفريق الاول. ايضا عايز اكلمك هنا على الحاله المروريه حوالين الاستاد او مقر النادي الاهلي بالجزيره، وايضا درجه حراره الجو النهارده، الظروف اكثر من رائعه والجو ملائم ان شاء الله ان احنا نشوف يعني اعضاء النادي الاهلي يكونوا متواجدين يقضوا وقت ويستمتعوا بوقتهم داخل جدران البيت الكبير بيت النادي الاهلي. ايضا النهارده يعني التدريب هيبقى يغلب عليه الجديه وفرصه كبيره جدا في ظل غياب اللاعبين الدوليين، بعض اللاعبين تبرز وتقدم اوراقها. مستر بيتسو موسيماني بيجتمع بيعمل جلسات فرديه مع بعض اللاعبين، عمار حمدي ايضا اللي بنطمن عليه وعائد من الاصابه، وايضا احمد عبد القادر. كل اللاعبين الفرصه متاحه امام اللاعبين ليه يعني لاثبات جدارته بارتداء قميص النادي الاهلي. انا موجود معاك يا كريم، موجود معاك يا نواند لو في اي استفسار او اي تساؤل. طيب فاروق صباح الخير عليك طبعا في البدايه، عايزه بس اروح معاك وتوصف لنا الاجواء دلوقتي داخل النادي. يعني انا وكريم كنا لسه بنتكلم في بدايه الحلقه عن تواجد دايما وحرص يعني كبار السن من الاعضاء على التواجد في النادي وممارسه كمان يعني رياضه المشي تحديدا، فانقل لنا الصوره، هل فعلا ده دلوقتي موجود؟ هل الاعضاء يعني ابتدوا في التوافد للفرع عندك؟ اتفضل. بالفعل انا هوندا اقدر اقول لك يعني قبل انطلاق المران كان بيبقى موجود مجموعه من اعضاء النادي الاهلي كبار السن اللي هي يعني ممارسه رياضه المشي حول يعني تراك ملعب مختار التتش، لكن يعني مع اقتراب خلاص ميعاد التمرين طبعا بيتم غلق الملعب وبيستغل بعض الاعضاء التراك او الخاص التراك الخارجي اللي خارج اطار الملعب. ايضا في بعض الاصلاحات او الامور اللي تم عملها النادي الاهلي حول يعني بعد ازاله مدرجات مختار التتش ادت مساحه اكبر واوسع للاعضاء، بنشوف فيها تجمع دلوقتي للاعضاء. ايضا بعض الاعضاء كبار السن في يعني اثناء غلق المران او غلق الملعب لاداء لاعبي النادي الاهلي للتدريبات بيستغل اعضاء النادي الاهلي الممر اللي فتحه النادي الاهلي بيمارسوا من خلاله رياضه المشي. ايضا يعني مجمع حمامات السباحه او حمام السباحه وممارسه الانشطه. ايضا الجلسات والاعداد دايما اللي بنشوفها وانت داخل من عند من الباب الرئيسي للنادي الاهلي في جلسات، والجانب الاجتماعي وبعض الاعداد طبعا. يعني جو النادي الاهلي مختلف يا نهواندي تماما بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي، احساس الكبير احنا لما بنتكلم مع اعضاء النادي الاهلي بيقول لك انا جاي البيت الكبير، بالنسبه لي مش البيت الاهلي النادي الاهلي البيت الثاني، لا ده هو البيت البيت الاول طبعا. مع يعني خلاص احنا عارفه انت الساعات الاولى بتبقى يعني الشغل او المدارس او الجامعات، ولكن بيبقى في توافد مع الساعات خلاص يعني اقتراب الساعات مثلا الساعه 11 12 بيبدا توافد الاعضاء، لكن في الوقت اللي انا بكلمك فيه واحنا داخلين في عدد كبير جدا من الاعضاء بيتوافد. ايضا بعض اللاعبات او اللاعبين اللي بيمارسوا الانشطه في اكاديميات السباحه او الاكاديميات الاخرى بيبدا توافدهم في هذا التوقيت ايضا مع يعني اقتراب الساعات. ايضا يعني في بيبقى متقسم توقيتات بعض اللاعبات او اللاعبين موجودين في المدارس بيبقى متقسم التوقيتات بتاعتهم، لكن اقدر اقول لك ان الامور كلها اكثر من رائعه. الجو داخل النادي الاهلي شمس يعني بتظهر على فترات، لكن جو اكثر من رائع. انا وانت جدا هروح معاك يا فاروق لاخر نقطه خالص، وهي عن الجيم. انا ليه بسالك الاسئله دي بالتفصيل عن الرياضه وممارسه الاعضاء واهتمامهم يعني بممارسه الرياضه؟ علشان ده النهارده هيكون فقره معانا يعني الكابتن احمد عوض منورنا وهنساله اكيد عن الاسئله دي، بس نقل لنا الصوره برضو الجيم الاقبال عليه ايه وايه اكتر التوقيتات اللي بيكون فيها اقبال شديد، بنتكلم كمان رجال ونساء يعني خلينا نعرف منك.
يعني خليني اقول لك يا نهواند، بالنسبه هنا يعني هنتكلم لو على الجيم هنا في مدينه نصر، خليني برضو اكلمك بصوره اكبر على الجيم هنا في الجزيره او الجيم في مدينه نصر. طبعا في يعني تقدري تقولي ان التوقيتات اللي هي دايما ما بين الساعه 12 للساعه 4 وبيبقى افضل توقيت. طبعا النادي الاهلي هنا مقسم توقيتات للرجال، مقسم توقيتات للسيدات. طبعا الكابتن احمد عوض هنا متولي طبعا الجيم في النادي الاهلي بالجزيره. طبعا في بعض الاوقات بيبقى مخصصه لبعض يعني اللاعبين لاعبي الفرق، سواء الهاند بول او الباسكت او الفرق السيدات، بيبقى متقسم لهم توقيتات. خلاف هذه التوقيتات بتبقى الامور كلها متاحه. السيدات طبعا بيفضلوا الوقت اللي هو الصباحي اللي بتتكلمي من الساعه 10 للساعه 12، في توقيتات ايضا من الساعه 12 للساعه 4. معظم الرجال او يعني اللاعبات بيفضلوا الوقت او اللاعبين بيفضلوا الوقت اللي هو عقب يعني العوده من العمل، وقت الليل عامه بيبقى افضل للرجال. لكن خلينا نتكلم على ان يعني احنا بنتكلم على التوقيتات، لكن في حاجات اهم جدا بكتير جدا. النادي الاهلي موفر اكثر من اجهزه مش هتلاقيها موجوده في اماكن كتير بره. يعني عضو النادي الاهلي بيجد كل الامور المتاحه ليه خلال يعني تواجده في جيم النادي الاهلي، كل الاجهزه كل الامور كلها متوفره. دور كبير جدا بتقوم به الانشطه يعني مجلس اداره النادي الاهلي وايضا مسؤولي الانشطه في النادي الاهلي في توفير كل احتياجات وطلبات اعضاء النادي الاهلي. عضو النادي الاهلي دايما لما بتساليه بيقول لك مش ناقصنا حاجه. يعني عضو النادي الاهلي بيدور على بعض الامور مثلا، يعني بتتكلمي في امور كماليه شويه، لكن اعضاء النادي الاهلي دايما بتطالب يعني بتشيد بالامر كله، بتشيد بكل يعني النشاطات الموجوده، بتشيد بكل الدعم يعني بتشيد بكل الدعم لمجلس اداره النادي الاهلي، وبتتكلم على عدم يعني ان هم ما بيأثروش ابدا في تلبيه اعضاء النادي الاهلي وتلبيه احتياجات اعضاء النادي الاهلي. الدور المهم في الجيم وفي كل يعني الامور المختلفه داخل النادي دور مهم جدا لمجلس اداره النادي الاهلي. انا رائع جدا، ودي نقطه مهمه وبناكدها فعلا. الجيم، وانت كريم بتروح الجيم هناك احيانا بروح اخد كريم رياضي جدا فعلا هناك الماشينز دايما بيتم صيانتها وتغييرها، وكمان بيشتروا الاجهزه الجديده، ده موجود دايما في الافرع المختلفه. الشغل محترم جدا، نشكرك جدا يا فاروق. يعني شكرا. كالعاده تغطيه اكتر من ممتازه، تغطيه كافيه ووافيه. والحقيقه كل زملائنا من المراسلين والمراسلات، يعني الكلام اللي بيتقال على فاروق صلاح يتقال على كل حد منهم. الحقيقه دايما تغطياتهم متميزه، وبنتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي كمان.